عليكم احبابي كديري، لاباس عليكم؟ نتمنى احوالكم كلها تكون بخير وعلى خير، وهذا الفيديو يلقاكم تمام الصحه والعافيه ان شاء الله. اليوم فيديو جديد على القناه. كيف كتشوفوا معايا، حضرت اليوم البيتزا بطريقه جد رائعه، مذاق لا يقاوم. فكنتمنى انكم تشوفوا الفيديو من الاول حتى الاخير. شاركت معكم كل شيء، المقادير وطريقه التحضير، فهي كتجي جد سهله. ما تمشيو فين، اخليكم معايا. غادي ندوزو مباشره باش نحضروا العجين ديال البيتزا ديالنا. فهنا عندي جوج ديال الكؤوس ديال الدقيق الابيض، وكاس ديال دقيق القمح الصلب، هنايا ملعقه صغيره ديال السكر حبيبات، والملح اكيد اللي كيبقى دائما حسب الذوق. نضيف عليهم الاوريغانو ولا الزعتر اللي كيعطي واحد المذاق جد رائع في هكا في العجين ديالنا. بامكانك تستغني عليه الا كنتي ما بغيتيش ديريه، ماشي يعني ضروري، لكن هو كيضيف واحد المذاق زوين بزاف. فهنا غادي نخلط المكونات كلها مع بعض، من بعد غادي نضيف الخميره ديال الخبز. انا درت الخميره اللي عندي حبيبات، فإلى عندك الخميره اللي كتكون عاديه فكديري ملعقه متوسطه مع ربع كاس ديال الماء اللي كيكون دافي. ضروري يكون دافي، ما يكونش سخون بزاف باش ما يخسرش لينا العجين. مهم كنضيف الخميره، وغادي نضيف هنا كاس يعني ديال الماء، هو اللي غادي نخلط به العجين ديالي. اللي غادي نخلط به العجين خصو يكون ماء دافئ، وهنا كيف كتشوفوا كنستمر بهذه الطريقه، وكاس ديال الماء كافي انه يجمع لي العجين. نجمع العجين وكنخلط المكونات، كنضيف اخر مكون وهو زيت الزيتون. بالنسبه لي انا كنخلي زيت الزيتون هو اخر شيء كنضيفه. المهم كنتلك هكا ولا كنعجن هكا بيديا، ضروري كندير هذه المرحله باش ندخل زيت الزيتون العجين ديالي. كنستمروا في الدلك ديال العجين ديالنا حتى كتمتص لنا زيت الزيتون، وهذه المرحله ضروريه اننا نوضعوا زيت الزيتون هو الاخير، لانه كيعطي نتيجه مغايره لاننا نوضعوه من الاول. العجين ديالي صبح جاهز، فكيف شفتوا معايا ما كيطلبش منا الدلك بزاف الا فاش كنكونوا باغيين ندخلوا ليه زيت الزيتون. فانا غادي نخليه يرتاح المده اللي خليته يرتاح فيها ساعه، فانتما بالنسبه لكم نتوما فعلى حسب الجو اللي عندكم. هنا حطيته في بول وغادي نغطيه بالبلاستيك الغذائي، فكيف قلت لكم انا خليته ساعه. وغادي ندوز نحضر الحشوه والصلصه. بالصلصة انا خديت 4 ديال الحبات ديال الطماطم، ونص حبة ديال الفلفل الاحمر، وواحد الثوم. غادي نخليهم مع شوية ديال الماء يطيبوا، وغادي نطحنهم من بعد. وبالنسبة للحشوة هنايا فكتبقى اكيد اختيارية، انا خديت 4 الاشياء اللي غادي نعمر بهم البيتزا ديالي، اللي غادي نضيفهم البيتزا ديالي. فهنا كيف كتشوفوا خديت الاول مكون هو الصدر ديال الدجاج، فهنا وضعت زيت المائدة وغادي نشحر فيها الدجاج ديالي. نضيف لها التوابل اللي هما الملعقة صغيرة، نصف ملعقة صغيرة ديال الكركم، الفلفل الأحمر، والسكنجبير، وشوية ديال البزار، وشوية ديال الملحة. المهم كلهم نصف ملعقة. وغادي نضيفو الدجاج ديالي. فالمكونات الأخرى غادي نضيف غير الملح والفلفل الأسود كافي، اما الدجاج كيبغي ضروري داك النسمه ديال التوابل، كيجي من السم كيجي يعني احسن في المذاق، احسن ما تضيف له غير الفلفل الاسود والملح. مهم هنا كيف كتشوفوا معايا بقيت كنشحر هكا الدجاج ديالي حتى وجد. وهنا كنضيف البصل اللي قطعته على رقيق وعلى شكل طولي، فالبصل غادي نضيف له غير الملح والفلفل الاسود وشويه ديال الزيت اكيد.
المهم اكيد البصل غادي ياخذ ليا من التوابل اللي ضفت للدجاج وتنكهه ديال الدجاج. المهم هنا كنحرك البصل ديالي حتى كيتشحر وكنضيفو جانبا وغادي ندوز للمكون الاخر. من بعد ما تشحرت لي البصله ديالي وضعتها جانبا وكنزيد في نفس المقله زيت نباتيه وغادي نضيف هنا الفلفل الالوان حتى هو غادي نشحره مع الملح والفلفل الاسود. صلصة الطماطم صبحت جاهزة فطحنتها وحطيتها هكا في كاسرولة وغادي ندوز نضيف لها المكونات الأخرى اللي هي زيت الزيتون وهنا غادي نضيف الزعتر. المهم الكمية اللي بغيتو تضيفو نتوما وغادي نضيف شوية ديال الملح وشوية ديال الفلفل الأسود وشوية ديال الفلفل الأحمر. نخلطك المكونات كلها مع بعض وخص يكون عندنا النار مهيله وغادي نخليوها غير شويه هكا حتى تجانس لينا المكونات وغادي نطفيو عليها ونحطوها جانبا. كيف كتشوفوا دزت وغسلت المقله ديالي وغادي ندوز نشحر المكونات الاخرى اللي هي هنا خديت القمرون اللي اكيد كيبقى اختياري. الحشوه دائما كتبقى اختياريه، ضيفوا اللي نتوما متوفر عندكم. فهنا ضفت واحد الكميه من القمرون ولا الكروفات وضفت ليه شويه ديال الملح وشويه ديال الفلفل الاسود وغادي ندوزو هكا في المقيله. غادي نشحرو غير شويه لانه دغيا هو يعني دغيا كيتشحر. مهم غير شويه ووضعته جانبا وهنا خديت واحد الكميه من الكفته ولا اللحم المفروم وحتى هو ضفت له شويه ديال الملح وشويه ديال الفلفل الاسود وغادي ناخذ شويه ديال المعدنوس يابس وغادي نضيفو حتى هو. بالنسبه للكفته ديالنا فاش كنكونوا كنشحروها خصها تكون النار عاليه باش ما كتطلقش لينا الماء. المهم غادي نشحروها وغادي نوضعوها حتى هي جانبا وخليكم معايا. هنا كيف كتشوفوا العجين ديالي اختمر وضعف الحجم ديالو. المهم ضروري ما نخليوه حتى يخمر لينا. وهنا غادي ناخذ الدقيق الابيض وغادي نرشو على سطح العمل وغادي نوضع العجين ديالي. تقدروا تعوضوا الدقيق الابيض بالسميد الناعم. المهم كنوضع هنا العجين ديالي وبالنسبه للعجين غادي يعطيني جوج ديال الكرات ولا جوج ديال القطع. المهم كنمروا هكا بالدقيق وكنقسموا على نصفين. كميه ديال العجين كتعطيني جوج ديال البيتزات. بالنسبه لكم الا نتوما الا بغيتوا ديروا كميه يعني بيتزات ثلاثه ولا اربعه فكتضعفوا مثلا الكميه ديال المقادير اللي عطيتكم. المهم هنا كنمروها في الدقيق وكنشكلوها على هذا الشكل هذا.
كنخليهم يخمروا للمرة الثانية. بالنسبة لي انا خليتهم ربع ساعة حتى صبح الشكل ديالهم هكا شوية زايد. مهم ضروري كنغطوهم ونخليوهم يخمروا للمرة الثانية. خديت الطاوله اللي كتدخل الفرن اللي غادي نطيب فيها البيتزا ديالي، وغادي نوضع القطعه ديال العجين وغادي نبسطها هكا غير بالاصابع ديالي. وانا كنوضع الاصابع ديالي وكندفع هكا العجين باش يتوزع داك الهواء اللي تجمع فيها فاش وضعناها تخمر المره الثانيه، وكنهزها وندير ليها هكا يعني بيديا باش كتطلق لي العجين. ممكن نستمر بنفس الطريقة وخليكم على فيديو. فهنا كنستمر بنفس الطريقة كيف كتشوفوا معايا. المهم كنبقى ندفع غير بصبيعاتي باش الجوانب ديال العجين ديالنا كتجي هكا منفوخة، كتجي رطبة وكتجي اكيد المنظر ديالها زوين. فهنا كنضيف كطبقة اولى صلصة ديال الطماطم اللي حضرت معكم، فهاد الصلصة غير جربوها كتجي رائعة في البيتزا. المهم كنوزعها بهذه الطريقة هذه، وغادي ندوز نضيف الفرماج من بعد. بالنسبه للفرماج فانتوما ضيفوا الفرماج اللي متوفر عندكم. انا ضفت الفرماج خاص بالبيتزا، انتوما ضيفوا الموتزاريلا، ضيفوا اي فرماج عندكم متوفر. هنا خديت واحد جوج عويدات ديال الخشب وحطيتهم بهذه الطريقه باش ناخذ بهم القياس. المهم هنا غادي ندير البيتزا ديالي، غادي تكون فيها الدجاج كيف شفتوا معايا، فيها الكروفيت وفيها الكفته وفيها الطون. المهم انا وضعت هذه الاعواد باش تجيني القطع متساويه ويجي الشكل ديالها زوين. اول طبقه وضعت مورا الفرماج هي البصل، وضعت موراها الفلفل الالوان والدجاج، ومن بعد هنا في هذه القطعه الاخرى غادي نوضع نفس يعني نفس المكونات، لكن غادي نوضع هنا الكروفيت. وفي القطعه الثالثه غادي نوضع مثلا الطون، والقطعه الرابعه غادي نوضع مثلا الكفته. مهم خليكم على فيديو فهو اكيد شارح نفسه، عطيتكم غير فكره. مهم فكره ان كيفاش ديروا تحضروها كبيتزا فيها اشياء متنوعه و بطريقه جد سهله. فهنا كيف شفتوا غادي نوضع الطون. بالنسبة للطون وضعت هنا الطون ديال الزيت هو اللي كيجي لذيذ، وهنا غادي نوضع الكفتة وخليكم معايا. كيف كتشوفوا معايا غادي نحيد هاد العويدات هادو، وكيف كتشوفوا عندي شويه ديال الفراغات، فغادي نضيف هنا شويه ديال الكفته، شويه ديال الكروفيت، شويه ديال الطون، وهكا حتى كتعمر ليا داك يعمر ليا المكان اللي فارغ. من بعد غادي ناخذ الزيتون اسود وغادي نضيفه حتى هو من الفوق. هنا غادي نضيف واحد الزيت الخاص بالبيتزا، مهم في واحد لوكو زوين، غادي نضيف غير شويه من الفوق، وغادي نضيف الزعتر اكيد، ومن بعد غادي نضيف واحد التوابل اللي كتبقى اكيد اختياريه ديال البيتزا حتى هي، وفيها غير الحار، فيها هكا الاعشاب المنسمه. المهم لما عندكمش فما بلا ما تضيفوها، هذه غير كتعطي شويه ديال الحار في البيتزا. هذا هو الشكل ديال البيتزا، غادي ندخلها للفرن اللي مسخن على 220 درجه. وغادي ندوز نحضر البيتزا الثانيه بنفس الطريقه. المهم خليكم على فيديو وما تمشيو فين.
شوفوا معايا درت نفس المكونات نفس الطريقة البيتزا الثانية. المهم غادي ندخلها حتى هي للفرن وغادي تشوفوا اكيد الشكل ديالها كيف كيجي هنا من بعد ما خرجتها من الفران. فكتجي على هذا الشكل، المنظر ديالها رائع والمذاق ديالها اروع. المهم كنتمنى انكم تجربوها، فماشي بالضروره انكم تحطوا هذه المكونات كامله، لا بامكانكم تضيفوا مثلا غير الدجاج ولا غير الكفته ولا غير الطون ولا غير الكروفيت، ماشي بالضروره تنوعوا. المهم ضيفوا الاشياء اللي متواجده عندكم. فانا كيف كتشوفوا كنقطعها وكتقطع بكل سهوله، كتجي رائعه. المهم خليكم على فيديو وما تمشيو فين. ما قطعتها كاملة، فأنا غادي نوريكم كيف كتجي. كتجي رطبة، العجين كتجي روعة. وهذا هو الشكل النهائي ديال البيتزا ديالي ديال اليوم اللي كتجي كيف قلت لكم رائعة مذاقا وفي المنظر كذلك. والعجين ديالها كتجي رطبة بزاف بزاف بزاف، ما غاديش تشبعوا منها. فكنتمنى انكم تجربوها، اكيد غادي تولي معتمدة عندكم، لانه كتجي العجين ديالها هشيشة بزاف بزاف، المذاق ديالها رائع. وكيف كتشوفوا يعني ما كتجيش نهائيا العجين ديالها يعني قاصح، لا كتجي خفيفه وزوينه. وكنتمنى انكم تكونوا شفتوا لا فيديو من الاول حتى الاخير ويكون نال الاعجاب ديالكم. المهم عطوني الراي ديالكم في لي كومونتير. شكرا بزاف على المشاهده، والقاكم فيديو جاي ان شاء الله. مع السلامه.